واحد بيقول اريد الاجابه عن هذه الاسئله، لماذا الدنيا لا تعطي محتاج؟ وهل ممكن ان اعطي نصف العشور لابني العاطل عن العمل وخاصه انه خاطب؟ ممكن، لان الكتاب بيقول من يهمل خاصته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. فممكن الواحد يساعد اقاربه الفقراء او المحتاجين ولكن ما يعطيهمش كل العشور، والا يبقى كانه بيقوم بواجب اجتماعي ويسيب بقيه الناس، برضو بقيه الناس جايز يكونوا محتاجين اكتر من قرايبه. وبعدين بيقول لماذا يكون رد جميل بالإساءة والنكران والتجاهل أحيانا؟ طباع الناس، مش كل الناس زي بعضيهم ومش كل الناس بيردوا جميل بالإساءة. إذا واحد رد جميلك بالإساءة قول أشكر ربنا إن أجري كامل في السماء، ما خدتش أجر على الأرض يتخصم من أجر السماء.